مكملين معاكم بدنيا يا دنيا في الفقرة الطبية لليوم. رح نتحدث عن موضوع ألم البطن عند الأطفال، شو أسبابه وأيضا علاجاته، مع الدكتورة فداء الغرابلي أخصائية الأطفال وحديثي الولادة. أهلا وسهلا فيكي، نورتينا دكتورة. شكرا فداء. شكرا روان على الاستضافة، وبحب أستغل الفرصة وأعزي بشهدائنا وأدعو للشهداء بالرحمة اللي بيسقوا بدمائهم أرض تراب الأردن الغالي، وعم برسموا بدمائهم دائما مستقبل أطفال أفضل لأطفالنا. أكيد رحمة الله على جميع الشهداء، أكيد بنتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين. طيب دكتورة فداء، احنا عم نتحدث اليوم عن موضوع مهم هو ألم البطن. ألم البطن بنعرف كثير من الأولاد ممكن الصبح يشكو منه، أوقات بيكون بشكل متكرر ألم البطن، وأوقات بيكون مرة وبتروح. إيش أنواع ألم البطن عند الأطفال؟ هلا شكوى ألم البطن كثير شائعة بين الأطفال، أكيد كل أم إلا ما طفلها يوم من الأيام شكى من وجع البطن، وأسبابه متفرعة، منها العضوية، منها النفسية، ومنها اللي بتكون وظيفية. نبلش بالوظيفي اللي هو أكتر إشي يعني شائع عند الأطفال. بيكون ألم بالعادة بيجي بعد وجبة الطعام، وبيروح بمجرد الطفل ما يدخل الحمام. بيكون بالغالب في مكان واحد متمركز حول السرة، وما بصح الطفل من النوم وبيروح لحاله بالعادة، وما بيكون شديد. يعني حتى لو متكرر، ولكن ممكن يشكي منه كتير يعني، بس انه بتلاقيه بيروح لحاله خفيف ومش شديد وما بيأثر على نشاط الطفل. وما في كمان اذا راحت الام وفحصته عند الطبيب ما بتلاقي عنده اي مشكله لا بالنمو ولا بالفحوصات الطبيه او المخبريه عند الطفل. تمام. طيب النفسي، اذا نحكي عن النفسي، هذا كتير مرتبط اكيد، احنا بنعرف بالمدرسه بالامتحانات باشياء زي هيك. بتلاقي الطفل مثلا كل ما يكون عنده امتحان او مثلا ما بحب المدرسه بصير يشكي من بطنه، بايام العطله او ما يكون عنده امتحانات ما بيكون عنده هذا الوجع، هيك بنميزه احنا يعني. تمام. ضل علينا العضوي إذن. هلا العضوي متفرع طبعا، في اسباب كثير للعضوي، في منها متعلقه بالجهاز الهضمي، في اسباب اخرى كمان مش متعلقه في الجهاز الهضمي. يعني مثلا الالتهاب الرئوي في الرئه من الاسفل بيكون ممكن يجي على شكل وجع في البطن. هلا بنركز على احنا على الاشياء اللي لها علاقه بالجهاز الهضمي. كثير اشياء شائعه هي مثلا عندنا اللي هي الالم اللي بيجي براس المعده، اللي هو اعلى البطن، بيكون كثير شائع بهاي الفتره، بيجينا كثير على العياده منهم. بكل الاطفال اللي بيخبصوا بالاكل، بياكلوا شوكولاته وماكولات حمضيه كثير، مشروبات غازيه، فبصيروا يشكوا من الم في اعلى البطن، بيكون نتيجه لتهيج في جدار المعده. اوكي. وفي كمان بعض الاطفال بيشكوا من الم في جوانب بطنهم في بطنهم بشكل عام، وبكون معها مشكلة إمساك عند الطفل. في أولاد تانيين بيشكوا من نفخة مثلا وإسهال، بيكون متعلق بشرب الحليب، هذا بيكون عنده لاكتوز انتوليرنس أو يعني نقص اللاكتوز، إنزيم اللاكتيز. بعض الأطفال بيكون عندهم مثلا مشاكل هيك مختلفة، إنه مثلا بيشبع بسرعة، بياكلش كتير، هذا بنجري له فحص البكتيريا الحلزونية. تمام. تمام. وفي أسباب أخرى كمان خطيرة أخطر، بتيجي بأشياء بطريقة ألم أشد من هيك كمان. أوكي. طب هلأ الأم لاحظت وجع البطن عند طفلها، وإمتى لازم هي تتوجه فيه للطبيب؟ لأنه زي ما حكيتي في منهم ممكن يكون ألم نفسي أو ألم وظيفي، وممكن يكون ألم عضوي. إمتى أنا أخذه على الدكتور؟ مجرد ما تكرر الشكوى لازم الأم تشيك عليه عند الطبيب، يعني تأكد أنه مو طبيعي، ما عنده مثلا مشكلة حديد، البراز عنده ما فيش مشكلة في الذهاب للحمام، ما في في براز يعني في دم في البراز. إذا كانت هاي الأمور كلها يعني سلبية، معناته إنه هو بس وظيفي، وزي ما بنقول إشي مش كتير مهم يعني، ما 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 لا يدعو للقلق يعني. حلو. طيب هلا التشخيص، إذا كان لا سمح الله الموضوع عضوي ويعني فعليا في إشي هو مرتبط بمرض آخر زي ما بيحكوا، ايش الفحوصات اللي عاده تنطلب من الام لتعملها لطفلها؟ هلا طبعا لما تعرض الام الطفل على طبيب الاطفال بده ياخذ سيره مرضيه مفصله منها، يعرف كيف الالم، وين مكانه، وين بيروح، قديش مدته، بشو بيشتد بشو بخف، كل هاي العوامل المختلفه، وين بضرب الوجع، لازم ياخذها بعين الاعتبار ويسال عن عادات الذهاب للحمام وكل هاي الامور طبعا. بعدين بيجري الفحوصات مخبريه حسب الشكوى اللي عند الطفل، يعني اذا كان في اسفل البطن لازم
يركز على مشكلة فحص البول. إذا كان مثلا وجع انتفاخات وهي الشغلات لازم يجري له فحص بورعز. وكل الأطفال بشكل عام لازم يجري لهم فحص CBC نتأكد من قوة دمهم وإذا عندهم مشكلة نقص حديد أو لا. وبنجري طبعا فحوصات وظائف كلى كبد وبنكرياس حسب الشكوى تبعت الطفل. حلو. طب عادة دكتورة فداء يعني الولد اللي بيكون عنده مشكلة عضوية الألم من وين بيشعر؟ يعني أنت حكيتي مثلا اللي حوالين السرة هذا ألم وظيفي بيروح وبيجي. بس إذا فعليا أنا عن جد عم بشوف شكوى ابني من أي مناطق ممكن تخوفني أو إني هلا إذا حكى لك إنه مثلا بضرب مكان الوجع دائما باستمرار مثلا بضرب في ظهره هذا منخاف يكون في التهاب في البنكرياس مثلا. أوكي. إذا قال لك مثلا إنه في عندي إشي بيطلع وينزل وفراس المعدة هذا بيكون بالعادة ألم بالمعدة. إذا في عنده مثلا مشكلة في ذهاب الحمام بشد كتير أو إشي زي هيك إحنا منخاف وقتها إنه يكون في عنده مشكلة إمساك يعني شديدة عند الطفل. فيعني كل وصف وإله يعني مشكلة معينة. أوكي. وبيأثر لازم يكون على حركته أو على نشاطه يعني. هلا فيك طبعا أوجاع شديدة زي أوجاع الزايدة بتكون مثلا بتبلش حوالين السرة فترة بسيطة بعدين تنتقل إلى الربع السفلي الأيمن عند الطفل هذه وبيكون شديد ومش قادر يتحرك وفي معاه مراجعة وممكن حرارة أو تعب يعني هذه وقتها واضحة إن هي بدها طوارئ أو بدها على طول بشكل طارئ الأم تأخذه على الدكتور أو حدا يكشف عليه يعني. يعني الوجع اللي بيعيق الحركة أو بيعيق النشاط. إذا الطفل مثلا بتلاقيه إنه خلص إنه مش قادر نام بالتخت بيقوم من النوم من الوجع معناته هذا وجع خطير يعني شكله. حلو. طب إذا بنتحدث عن العلاجات يعني عادة زي هيك آلام بشكل عام كيف تكون العلاجات؟ حسب المشكله مثلا طبعا. هلا في ادويه معينه للمعده معروفه اللي بروتون بامب انهبيترز وفي كمان الاتش 2 بلوكرز انواع يعني هذه عائلات من الادويه منيحه للمعده باخذهم كورس حسب الحاله الطفل يعني هذول علاجيين علاجيين علاج مش مهدئ هذا علاج لانه بيشتغل على حموضه المعده وافراز الحموضه وهي الامور واذا كان في مثلا مشكله في التهاب في جار المعده بطيب منهم كمان وفي مثلا علاج كورس كامل مثلا شهر بيقعد للبكتيريا الحلزونيه اذا كان عنده مشكله البكتيريا الحلزونيه التهابات البول مضادات الحيوية معروفة يعني وإجراءات معينة وقائية وفحوصات إذا تكرر عنده يعني فكل سبب له علاج معين موجه حسب السبب. تمام. طب هلأ إحنا شوي لأنه الدنيا برد دكتورة فداء هيك بدنا تعطينا شوية نصائح للأولاد يعني كتير من الأولاد أنت بتعرفي بحبوا يتكشفوا وهذا للأسف ممكن يسبب لهم بيزيد ألم البطن أو حتى ممكن يصير عنده ألم بطن لو ما كانش عنده يعني عادة إيش النصائح بتنصحيها للأم لحتى تحافظ على يعني سلامة ابنها وضل بطنه وخاصة أنت بتعرفي هلأ مدارس مع برد يعني عم بصير الموضوع بدها تحاول أنها تغطيه قدر الإمكان تبعد عن الأشياء والمأكولات بتعمل نفخة عند الأطفال إذا ابنها طبيعته مثلا بعد الحليب مثلا أنه بيصير عنده نفخة وهيك تحاول تتجنب المنتجات الحليب يعني حسب وضع الطفل هي بتكون عارفة لابنها وبتعمله طبعا نعرف إحنا الأشياء اللي بنستخدمها كأمهات أنه نغطي البطن وهي الشغلات ومشروبات ساخرة وهي الأشياء يعني كلها بنعرفها يعني طيب هلأ المشكلة أنه في أمهات مثلا بقول لك في أولاد إذا يعني بتدفيهم منيحهم من يكون يعرقوا ممكن يلتفح إذا مثلا بس يقوم من النوم وفي وإذا ما تغطوا أو إذا ما لفيتي بطنهم منيح ممكن الصبح يصبح مثلا بطنه بوجعه عرفتي وهذا يعيق الحركة زي ما حكيت أنت بده يروح المدرسة أو إلى آخره كيف الواحد يوازن يعني مش عارفين بده يخلي حالات الغرفة يعني معتدلة إنه ما يشوب كتير الولد نفس الوقت يغطيه عرفتي كيف يعني مش إنه تكون الغرفة كتير سخنة وهيك ومش تكون باردة كتير كمان يعني لازم تكون غرفة درجة حالات الغرفة مناسبة يعني لا دفى زيادة ولا بالضبط هذا مزعج وهذا كده بالضبط طب الأولاد هم الصبح رايحين على المدرسة بتعرفي مع البرد بيكون في وجع في البطن يعني أغلب الأولاد بيشكوا من وجع بطنهم هل ممكن الأم تعطيهم إشي مثلا الصبح إيش ممكن يشربوا أو يعملوا إشي هدي بطنهم الصبح يعني انا هلا عند الاطفال ما عندهم حساسيه من الحليب بحس الحليب منيح يعني كثير الحليب السخن الحليب السخن بحس كويس اللي ما عندهم مشاكل من اللاكتوز يعني اما اللي عندهم مشاكل طبعا بزيد المشكله كثير بحسوا بهدي وبيعمل غلاف على المعده وكويس يعني وبيخفف هاي الاعراض اللي تيجي عند الاطفال الصبح ويعني اي شيء صغير ياكلوه يعني ما يطلعوا بدون فطور يعني على المدرسه فهذا الشيء بيساعد يعني طب والاعشاب هاي الاشياء ممكن نعطيها الاعشاب منيحه طبعا زي ايش بكميات معتدله طبعا يعني الصغار بيكونوا مش كثير صغار بيبيز يعني بكميات معتدله وبسيطه يعني ممكن هم يعتمدوا عليهم زي ايش مثلا يعني نعناع هاي الامور يعني ممكن ممكن يهدي طب هلا نيجي شوي للالم النفسي حكينا عنه شوي احنا في البدايه فعليا عن جد كثير من الامهات بيعانوا من هذا الموضوع انه الصبح بدهش يروح المدرسه مثلا بصير بطنه يوجع هلا هو بكون بطنه يوجع ولكن هو مش السبب لا زي ما حكيت انت لا عضوي حتى ولا وظيفي هو نفسي انه بدهش يروح المدرسه فكيف ممكن هون الام تتعامل مع الولد لحتى يعني يتمرق هاليوم على خير ويروح الولد على المدرسه تحاول تحببه في المدرسه تعرف شو المشكله اللي عنده اياها من المدرسه ايش اللي مكرهه من المدرسه وتحببه فيها
فيها يعني بتحس هيك يعني يكون في حوار بينها وبين ابنها. تعرف شو اللي بيضايقه في المدرسه، بركي في مشكله، بركي في حدا بيضايقه يعني هيك. مش اكثر. ما فيش شيء مثلا ممكن ياخذوه شيء بيهدي الدواء معين؟ لا لا ادويه لا، هيك بنلجا احنا دائما للسلوك يعني انها بالسلوك يعني يحاول ايوه سلوكي بالضبط. تعديل سلوك يعني. تعديل سلوك. طيب نصيحه اخيره فداء لكل اللي عم بيتابعونا الامهات هلا، وخاصه احنا جايين على موجه برد وهذا، كيف ندفي اولادنا؟ طبعا لازم يكون الملابس مناسبه للحاله الجويه دائما، منطقه البطن لازم تكون متغطيه دائما، لازم كمان الاولاد يطلعوا دائما بفطور الصبح، نبتعد عن الشوكولاتات والمسكاكر وهي الماكولات والمشروبات الغازيه اللي بتعمل دائما تهيج في المعده، وبتجيبهم على الدكتور دائما. بتجيبهم على الدكتور ما يكون في شيء يعني. هي مشكله مزبوط، خربشت الاكل والشيبس وهي الامور، ما هي فيها كثير توابل بتعمل تهيج في المعده يعني. فيبعدوا عنهم عشان ما يضطروش انهم يزوروا طبيب الاطفال باستمرار يعني. صحيح. طيب كل الشكر لك دكتورة فداء، يعني نورتينا اليوم بدنيا دنيا. أهلا وسهلا فيك. نورتينا حبيبتي. أهلا وسهلا. شكرا على المتابعة، لا تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شيء جديد.